اوكي، النهارده انا عايز اشرح لكم موسيقى الجاز جت منين. هي جت من موسيقى البلوز. وموسيقى البلوز جت منين؟ موسيقى البلوز جت اساسا من افريقيا، كان سلم خماسي. بعد كده حطوا فيها نوتة اسمها نوتة البلوز، نوتة زيادة صغيرة هتبقى هادي اسمها نوتة البلوز، وتبقى بتاع الخمسة الصغيرة أو الرابعة الزايدة. المهم مش عايز ألخبطكم بالحاجات دي. موسيقى البلوز، هنتكلم على البلوز مش هنتكلم على الجاز بقى دلوقتي. موسيقى البلوز عبارة عن 12 مزورة بيتكرروا ولهم كورد بروجريشن، يعني كورد تآلف بروجريشن، كوردات بتتكرر وبتتكرر بطريقة ممكن تكون سوفيستيكيتد ممكن تكون سيمبل، يعني ممكن تكون معقدة وممكن تكون بسيطة. احنا هنبدأ بالبسيط، حاجة زي كده. مثلا هعمل إيقاع هنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. حط شمال بيز، اوكي كده عزفنا 12 مزورة وحطينا فيها الكورد بروجريشن. اوكي هنعزفها بطريقة شوية سوفيستيكيتد، بعد ما تبقى أولى 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 أولى، بعد كده رابعة رابعة، بعد كده أولى أولى، عدد الموازير والدرجات السلم تحت هتبقى معقدة شوية، صعبة أشرحها لكم. و اسمعوها كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعزف عود على السلم بتاع البلوز، بعد كده نعزف عود بالسلم الربع توم بتاعنا اللي هو الرازد والحاجات البياتي والصبا على الجاز. طبعا عزف الميلودي بتاع البلوز والجاز بيتعزف بام 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 بام، غير الموسيقى بتاعتنا العربي مثلا تا 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 تا. فهعزف دلوقتي البلوز، قصدي العود مع البلوز. اوكي هنقول دول 12 مزوره. اوكي هنعزفهم، نحط فيهم سلم عربي. سلم عربي عندنا الرصد الجميل ده، اسمع. هنعزفه مع الجاز بقى. اوكي هنعزف مثلا كولا معاه عربي على سلم تاني، هنعزفها بطريقة الجاز بين الكولا وبين الجاز. اوكي اوكي
That's it. النهارده خدتكم في حاجه غريبه كده، بس اهو بنجربها مع بعض، وانا احاول ان شاء الله نسجل حاجه جاز على السلم بتاعنا، وهنوروا بقى الامريكان جاز سعيدي، جاز I don't know what you call it. كامل جاز، جاز مصري، او جاز من underground ميدان التحرير. هنفكر في اسم كده، وهنفكر في بروجكت حلو كده، و let you know. All right.